إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ورب البرية أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والنجوى، فإن التقواه خير زاد وأفضل مكتسب. ثم اعلموا عباد الله أن ربنا تبارك وتعالى بلغنا أياما جميلة نحمده تعالى أن مد في أعمارنا، فإننا اليوم في شهر عظيم مشهور وزمان جاء بفضله الأثر الأثير، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر صيامه، أورد أن الأعمال تعرض فيه على رب العالمين. فاشكروا عباد الله باغتنام شعبان بالأعمال الصالحة متأسين فيها برسولكم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أخرجه مسلم. عباد الله، إن أبواب الخير والبر في شعبان مشرعة وسبله وطرائقه متوفرة، فهل من سالك سالم؟ وهل من فائز مغتنم؟ وهل من منيب موفق؟ فمن تلكم الأبواب عباد الله الإكثار من الصوم في شعبان، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، ثم يصله برمضان، أخرجه أبو داود بسند صحيح. كما روت أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن رسول الله ستقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، أخرجه الترمذي بسند صحيح. أما الحافظ ابن القيم فعليه رحمة الله يقول تفسيرا لهذا الأمر: ففي صومه صلى الله عليه وآله وسلم شعبان أكثر من غيره ثلاث معان: أحدها أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما شغل عن صيام أشهر فجمع صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في شعبان ليدركه قبل الصيام الفرض. أما المعنى الثاني فهو أن هذا الصوم يشبه سنة فرض الصلاة قبلها تعظيما لحقها. أما الثالث فهو أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. أما الحافظ الصنعاني عليه رحمة الله فيقول: وفيه، أي في هذه الأدلة السابقة، دليل على أنه يخص شعبان بالصوم أكثر من غيره. ثاني تلك الأبواب عباد الله، ثاني تلك الأبواب التي شرعها الله عز وجل لنا رفع الأعمال إلى الله عز وجل. فشهر شعبان موعد سنوي لرفع الأعمال إلى الله عز وجل. قال العلماء رحمهم الله تعالى: ورفع الأعمال إلى الله عز وجل على ثلاث درجات: الدرجة الأولى رفع يومي،
ويكون ذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر، وذلك لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أما الرفع الثاني أو الدرجة الثانية فهو رفع أسبوعي، ويكون ذلك في يوم الخميس، وذلك لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. أخرجه الإمام أحمد، وقد كان الإمام الألباني عليه رحمة الله ضعفه في كتابيه صحيح الأدب المفرد، وكذلك أيضا في الرواية الغليل، ثم بعد ذلك تراجع عن ذلك فحسنه رضي الله تعالى عنه وارضاه رحمه الله رحمة واسعة. أما الدرجة الثالثة هو رفع سنوي، وهو الذي نحن بصدده الآن، رفع سنوي، ويكون ذلك في شهر شعبان، وذلك لما ثبت عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخرجه النسائي بسند حسن. ثالث تلك الأبواب عباد الله إحياء مواسم الغفلة مع قدوم شهر رجب، كل عام يقبل الناس على الطاعة ظنا منهم خصوصية هذا الشهر بطاعة وعبادة، ثم بعد ذلك يتكاسلون في شعبان. ولذا اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإكثار من الطاعات في شهر شعبان إحياء لهذه الأزمان الشريفة، فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. أخرجه النسائي بسند حسن. يقول الحافظ ابن الجوزي عليه رحمة الله: واعلم أي أيها المسلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة الغدر لاشتغال الناس بالعادات والشهوات، فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير. ولهذا فضل شهود الفجر في جماعة لغفلة كثير من الناس بالنوم عن ذلك الوقت، وفضل ما بين عشاءين، وفضل قيام الليل، وفضل وقت السحر. أما الحافظ ابن رجب فعليه رحمة الله يقول: قيل في صوم شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لأن رمضان آت فيتدرب الإنسان على الصيام طوال الشهر. رابع تلك الأبواب عباد الله شهر شعبان شهر القرآن. قال سلمة بن كهيل رحمه الله تعالى: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. أما عمر بن قيس رحمه الله فكان إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرق لقراءة القرآن. فعلى المسلم عباد الله أن يتأهب لاستقبال شهر رمضان بالتطهر من الذنوب والتوبة عما فات وسلف فيما مضى من الأيام، فيتضرع إلى الله عز وجل ويقبل عليه في شهر شعبان، ولا يسوف ولا يؤخر ذلك إلى غده، لأن الأيام ثلاثة: أمس وهو أجل، واليوم وهو عمل، وغدا وهو أمل، فلا تدري هل تبلغه أم لا. عباد الله، وكذلك شهور ثلاثة: رجب فقد مضى وذهب فلا يعود، ورمضان وهو منتظر لا ندري هل نعيش إلى إدراكه أم لا. أما شعبان وهو الواسطة بين شهرين نحن الآن فيه، فلنغتنم أيامه ولياليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفاراً.